السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة محكمة. إن شاء الله في الفيديو كما ترون معي سوف نقوم بتوصيل هاي الحمولة التي ترون يعني الدبل. سوف نقوم بتوصيلها إلى ديلسي سكندنافيا، يعني خريطة سكندنافيا. يعني سوف نذهب على بركة الله، بسم الله. هذا يعني هاي المود الشاحنة فولفو، قمنا بشرائه من صفحة على فيسبوك، وتمت العمل بنجاح. ويعني أنا كما أقول لكم دائما وأبدا، أنا أقوم بعمل يعني يعني التصميمات على الشاحنات المدفوعة، يعني أعمل فقط التصاميم على الحافلات الغير مجانية. لا أعمل عليها التصميمات، فقط المجانية هي التي أعمل عليها التصميمات. فهي المدات فقط أقوم بعمل يعني يعني الرحلات وأشياء مهم. أتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، ومرحبا بكم جميعا. على بركة الله نذهب. فسياقة هذا الدبل يعني صعبة شوي، خصوصا يعني للمبتدئين أو حتى للمحترفين، لأنه في بعض الأحوال تجد يعني الطريق ضيق، يعني لا يمكن أن مثلا أن تذهب بسرعة مثلا 90 أو 100 في مثل أي الطريق. يعني عليك أن تخرج من الطريق حتى تجد أنك يعني هل سوف تمر الشاحنة أم لا. نقوم الآن بزيادة السرعة شوي. الهرم إنه حقيقي فعلا. صوت حقيقي. هنا سوف نجلب دائرة، يعني دورة كبيرة، لأن لدينا الدبل، ليس مثل الشاحنة العادية، يعني ليس مثل الحمل أو المقطورة العادية. الدبل دائما يعني تقوم بإغلاق الشارع حتى تدخل أنت، يعني أنت الأول، سباقية لك. أي الطريق جميل جدا، أي يعني هذا الطريق موجود في نجوان أست، يعني في أوروبا. هذا ديلس يعني ليس بالخريطة يعني الأصلية للعبة. يعني عندما تشتري اللعبة لأول مرة في حياتك، تقوم بإنشاء حساب ستيم، يعني ستيم مجانا، وتشتري يعني ألعاب على منصة ستيم. تشتري لعبات تكون يعني خالية من ديلسيات والخامات الشاحنات وأشياء كثيرة. يعني عليك بعد ذلك أن تشتري، لأن المميزات اللعبة المحقرة ليست مثل مميزات اللعبة الأصلية. اللعبة الأصلية يعني هناك يعني مميزات وهناك مميزات،
اللعبة المعاقرة يعني تجدها يعني تلعب بجميع جنسيتها، ويمكنك يعني تشغيل عليها يعني جميع الخرائط وجميع المودات ويعني أي شيء تريد. الأصلية لا، الأصلية يمكنك تشغيل عليها الخرائط أيضا، ولكن في بعض الخرائط تشتغل وفي بعض الخرائط لا تشتغل. لماذا؟ لأن ما هو المشكل؟ وهو إذا كانت عندك يعني جميع الجنسيات سوف تشتغل لك، إذا لم يكن عندك جميع الجنسيات يعني لن تشتغل لك الخرائط على الأصلية، والمدة يعني كلها تشتغل يعني بدون مشاكل. سوف نذهب أصلا على الطريق بدون أن أخذ اليمين اليسار، سوف نأخذ اليمين أحسن حتى نجلب دورة يعني تكون كبيرة شوي. سوف نستخدم الكاميرا الكبيرة حتى نرى كيف تذهب الشاحنة. حقيقي لأي شحنة. الرابط أي المقطورات سوف تجدونه يعني أسفل الفيديو. على بركة الله. الآن سوف نذهب إلى الميناء. صوت حقيقي من الشاحنة وللهارون أو الكلاكسون أو الزمر باللغة العربية. السياقة الحقيقية للشاحنة الدبل. الشاحنة تغلق. أشهد لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله. ما هذا يا هذا؟ الله أكبر، ما هذا يا هذا؟ إنه الجنون البقر. سوف نقوم بإضافتها هنا. والآن صار كل شيء بخير. الآن سوف نقوم بإشارة الضوء. احنا أصلا يعني سوف نذهب إلى هي الشركة. الله عليك يا أبو لهب. المهم سوف نذهب لجلب الدورة الشرفية. هي. صعب أن ترجع إلى الوراء بأي شيء، بأي حمولة. سوف أقوم بتجربة ذلك. إذا نجحت الطريقة فهي أفضل، وإذا لم تنجح إلينا مشكلة كبيرة.
الحائط أو ما ما قتل، حبسني الحائط. سوف نذهب لنقوم بتجربة الرجوع إلى الخلف بأي شاهين. الآن سوف علينا نعويش أو نقوم ب هكذا. لا لا، ليس هكذا، خطأ خطأ خطأ، ليس هكذا، بل هكذا هكذا. سوف تذهب الشاحنة عكس المقطورة الأولى، لأن المقطورة الثانية سوف تقوم بعمل اللعبة في اللعبة. سوف نضوء بنجاح، والآن سوف نصير هكذا. الله 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 الله، سوف تعوج كثير. لا والله يا أخي تعوجت كثير. سوف نرجع إلى الوراء إلى الخلف. إلى غد. هذا ما هذا يا هذا. هكذا هكذا يا سائق شاحنة، هكذا هكذا هكذا. لن نعمل شيء، لأن أصلا يعني إذا ذهبنا هكذا يعني سوف نعمل المستطيل. يا أخي إلى الأمام، إلى الأمام يا أخي، إلى الأمام. إذا بنجري بدورة جرابية. المرحلة الأخيرة. قد فشلنا، فشلنا هذه المرة. أنا يذهب إلى الطريق، يذهب إلى السماء. سوف نذهب لجلب دورة شرفية، مش مشكلة في ذلك. الله 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 الله. ما هذه يا إله؟ عندنا مساحة خضراء حتى نجلب دورة شرفية. هذا أحسن. يا حولي يا حولي يا شاحنة، حولي. هيا 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 يا فولفو، فولفو هيا. والله عليك يا فولفو. سوف نذهب إلى الجنة إذا حطينا أي المقطورة أو الحمولة في المكان، لأن المكان يعني لا يستطيع أن تقوم بضبط فيه مثل الحمولات. فقط الحمولة يعني الدوبل العادي الموجود في لعبة يورو تراك، يعني عادي يعني الدوبل. مثلا يعني سيتيرن الأولى والثانية فقط، يعني لا يحتمل الثالثة أصلا. ليس في أوروبا غير موجود مثل هاي الأنواع الحمولات. على بركة الله. شوف، الله أكبر عليك. شوف وين صار الشاحنة. سوف نقوم بإضافتها في وسط الشبك. لا 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 لا، ما يستيقظ عجيبة. المهم نظرة أمر طري. الله أكبر. والآن صار كل شيء بألف خير بدون مشاكل. نلتقي في الفيديو الجاي إن شاء الله، أو الفيديو القادم إن شاء الله. وشكرا على المتابعة والمشاهدة الفيديو.